السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي تفقد امبارح اعمال التطوير على امتداد طريق القاهره السويس، وبما في ذلك الكباري اللي تم انشائها على الطريق، لربطه مع العديد من المحاور العرضيه الرئيسيه بدءا من الطريق الدائري الجاري تطويره حاليا، وايضا الطريق الدائري الاوسطي اللي بيربط مناطق شرق وغرب القاهره الكبرى، والطريق الدائري الاقليمي اللي بيربط محافظات الوجه الابلي بمحافظات الوجه البحري. تفقد السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي أعمال التطوير على امتداد طريق القاهرة السويس بما في ذلك الكباري التي تم إنشاؤها على الطريق لربطه مع العديد من المحاور العرضية الرئيسية بدءا من الطريق الدائري الجاري تطويره حاليا والطريق الدائري الأوسطي. سيادتك يا فندم، مشرفنا في واحد من أهم الشرايين المرورية الرئيسية بالدولة واللي بتربط مناطق الشرق بباقي مناطق الجمهورية عن طريق مجموعة من المحاور الرئيسية العرضية اللي سيادتك أمرت بإنشائها وتطويرها، بدءا يا فندم من الطريق الدائري والجاري أعمال تطويره وتوسعته لتسهيل الحركة على المواطنين، ثم يا فندم الطريق الدائري الأوسطي واللي سيادتك بيربط كافة المناطق داخل إقليم القاهرة الكبرى، ثم يا فندم الطريق الدائري الإقليمي اللي بيربط مناطق الوجه البحري بمناطق الوجه القبلي، وبعد كده يا فندم محور وصلت أم قمر اللي سيادتك شرفتنا عليه من 3 شهور تقريبا، واللي بيبدا يا فندم من تقاطعه مع طريق الاسماعيليه الزراعي ثم الاسماعيليه الصحراوي ثم مرورا بوصله طريق جنيفا ثم طريق القاهره السويس الصحراوي ثم طريق القاهره العين السخنه والربط على طريق المحاجر. كنت سيادتك امرت يا فندم ان احنا نحرر الحركه المروريه على هذا المحور، وده تم بالفعل يا فندم عن طريق انشاء كوبري تقاطع طريق القاهرة السويس مع محور أم قمر اللي سيادتك مشرفنا عليه واللي تم نحوه عمله بنسبة 100%. ثم بعد كده يا فندم طريق القاهرة السويس بيتقاطع مع محور 30 يونيو واللي بيبدأ يا فندم بيربط مناطق الساحل الشمالي بدءا من محافظة بورسعيد ومرورا بمحافظة الإسماعيلية ثم طريق القاهرة فايد ثم يا فندم طريق الإسماعيلية الصحراوي وطريق القاهرة السويس ووصولا لطريق السخنة يا فندم ومنه إلى طريق الجلالة حتى طريق الزعفرانه والربط على مناطق الصعيد. المحاور العرضيه دي كلها يا فندم مربوطه بشبه جزيره سيناء عن طريق مجموعه من الانشاء اللي سيادتك امرت بانشائها وتطويرها. كذلك يا فندم ترجع اهميه طريق السويس في زياده حجم التدفق التجاري والسياحي وزياده حجم الاستثمارات، نظرا ان شبكه تطوير شبكه الطرق يا فندم هو المعيار الرئيسي في التنميه المستدامه اللي سيادتك دايما متاكد عليها. برضه يا فندم يعتبر طريق السويس هو محور الوصل الرئيسي لعديد من الموانئ المطلة على البحر الأحمر بدءا من ميناء السويس، ميناء الأدبية، ميناء العين السخنة وميناء شرم. لو اتكلمنا يا فندم عن وصف المشروع، مشروع انشاء طريق القاهرة السويس يا فندم بإجمالي طول 109 كيلو متر، بيبدأ يا فندم تقاطعه مع طريق النصر وحتى تقاطعه مع الطريق الدائري، ده المرحلة الأولى يا فندم بطول 7 كيلو متر. المرحلة الثانية يا فندم تبدأ من تقاطع الطريق الدائري وحتى تقاطع الطريق الدائري الاقليمي بطول 46 كيلو متر. المرحلة الثالثة يا فندم بتبدا من تقاطع الطريق الدائري الاقليمي وحتى تقاطع وصلة نفق الشهيد احمد حمدي. لا احنا خلصنا ده كله. اتفضل يا فندم. مش كده خلصناه تمام يا فندم عدا الجزء الاسمنتي، يعني انت عملت الطريق الرئيسي لكن الخدمة لسه شغالين. تمام سيادة. مش كده؟ تمام يا فندم. احنا هنخلص امتى؟ بالنسبة للطريق الرئيسي يا فندم ان شاء الله احنا هنخلص ناو الاعمال السطحية بالكامل باذن الله بنهاية الاسبوع الجاي، وهيبقى جاهز للافتتاح ان شاء الله قبل العيد. بالنسبه لفن الطريق الخدمه ان شاء الله الاتجاه القادم من القاهره في اتجاه السويس باذن الله 30 يونيو 30/6، الاتجاه القادم السويس فن باتجاه في اتجاه القاهره خلال شهر اغسطس، يعني شهر 8 باذن الله يا فندم. طيب انا وانا طالع عندك دلوقتي تمام، بس ان انت عامل حاجتين للوصله اللي جايه من أم قمر. من أم قمر تمام. لا مش هينفع خلينا نحط كده يعني، مش شايف السوري يساعدك يعني. حاضر يا فندم. طيب اتفضل. الطريق قبل التطوير كان عباره عن 3 حاره مروريه لكل اتجاه للطريق الرئيسي وجزيره وسطى، و2 حاره مروريه رصف اسفلتي. تمام سيادتك. ونظرا يا فندم للاحمال المروريه المتوقعه لصالح حركه نقل البضائع اللي هي مستخدمه في حركه التجاره الداخليه بين المحافظات بالظبط يا فندم، او حركه التجاره الخارجيه اللي بتبقى موديه للموانئ يا فندم، لقينا ان احنا لازم نزود سيادتك لرصف الخرساني، يتحول الطريق من رصف اسفلتي لرصف خرساني وزياده عدد الحارات بتاعته ل3 حاره مروريه، وان هو يتحمل يا فندم بدل ما كان متحمل قبل التطوير 60 طن بقى بيتحمل 160 طن.
ونفس الكلام للي جاي بالظبط رايح جاي حاجه بالظبط بالظبط. قابلنا سيادتك مجموعه من الاعضاء اثناء تنفيذ الاعمال من ضمنها فندم ابراج ضغط عالي كانت متعارضه معانا في المسار، وتم التنسيق مع وزاره الكهرباء يا فندم للقيام باعمال مناوره لفصل التيار الكهربائي بدون التاثير على شبكه الكهرباء اثناء تنفيذ الاعمال بتاعتنا، وفي نفس الوقت البدء في زراعه اعمده كهرباء جديده خارج حدود التطوير اللي ان شاء الله يا فندم برضه الطريق ده يا فندم بعد نهو هيساهم في تقليل الزحام المروري وتسهيل الحركه على المواطنين، مما يؤدي لتقليل لتوفير الطاقه وتقليل الانبعاثات الضاره بالبيئه. انت برضو دايما السؤال ده بساله للزملاء واحنا اتفضل قول لهم يا جماعه هل انتم شايفين بعد خدمتكم هنا شغلكم يعني تمام الكام شهر دول في حاجه ممكن نعملها بدل ما نعمل اعاده تمركز ثانيه او اعاده ان شاء الله فندم في الوقت الحالي احنا الحمد لله مغطيين ربط جميع المحاور الطوليه بالعرضيه مفيش مشكله ان شاء الله فندم. العاصمه الاداريه بصفه الطريق السويسي يعتبر المدخل الشمالي الرئيسي ليها، احنا دلوقتي ان شاء الله بنخلص المرحله الاولى في العاصمه الاداريه، بمجرد يا فندم بدء اعمال المرحله الثانيه هنبدا يا فندم ان شاء الله ندرس ونعرض على سيادتك امكانيه ربط المحاور العاصمه الاداريه بالمحاور الطريق السويسي طيب بالمحاور العرضيه. بالمناسبه اتفضل وانا جاي بقى شفت المطار بتاع العاصمه تمام سيادتك، فانا قلت بصوا عليه كويس وازاي نخليه ليه مدخل من عن طريق السويس، واذا كان محتاج ان احنا نعمل له لاند سكيب كويس تمام سيادتك اتفضل ندرسوه وتجهزوا له التخطيط وخلينا تمام يا فندم. وبرده يا فندم بعد سيادتك احنا الطريق السويس الوصله دي من الاقليم لحد وصله نفق الشهيد احمد حمدي كان فيها مشكله جامده جدا بتحصل في وقت الشتاء في السيول والامطار، فتم دراسه السيول لاعمال الحمايه من فتره السيول دراسه دقيقه عن طريق مكاتب الاستشاريه تم تحديدها من مكتب الشرعيه الهندسيه للقوات المسلحه، ونفذنا يا فندم عدد 16 بلبق صندوقي لاستيعاب كافه المياه المتوقعه تعدي تحت الطريق لمسافه لمده 58 سنه لقدام ان شاء الله باذن الله. اعمال ضبط الجوده للطرق يا فندم بتتم طبقا لمعايير جوده عالميه ومواصفات الهيئه العامه للطرق والكباري والكود المصري. هنا في المشروع يا فندم نفذنا او مخطط تنفيذ 4600 اختبار معملي للطرق، اتنفذ منهم لحد دلوقتي 3700 وجاري تنفيذ الباقي يا فندم ان شاء الله. ودي بعض وثائق الجوده ضبط الجوده موجوده حضرتك شكرين اتفضل. كمان امبارح كان في اخبار مهمه منها استعراض الحكومه لنشاطها الاسبوعي في انفوجراف، وكمان فيها حذف اجزاء من مقررات الثانويه العامه العام الدراسي الحالي، والسكه الحديد قررت تدفع بقطارات اضافيه للعيد بخطوط ابلي في نص الاسبوع اللي جاي. مجموعة من الأخبار المهمة اللي حصلت امبارح منها إن المركز الإعلامي لمجلس الوزراء نشر تقرير شمل مجموعة إنفوجرافات سلط من خلالها الضوء على الحصاد الأسبوعي لمجلس الوزراء في الفترة من 16 ولحد 22 إبريل 2022. الإنفوجرافات تضمنت الموافقة على عدد من القرارات والاجتماعات واللقاءات اللي عقدها الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء بالإضافة للأنشطة اللي قام بيها. كمان أكدت الحكومة إنه مفيش أي قرارات صدرت بخصوص حذف أي أجزاء من مقررات الثانوية العامة للعام الدراسي الحالي، وإن المقررات الدراسية زي ما هي بدون حذف أو إلغاء، وشددت على التزام المدارس في كل محافظات الجمهورية بتطبيق الخريطة الزمنية وفقاً لخطة توزيع شرح المناهج الدراسية المقررة على الثانوية العامة، ونجدت الطلاب وأولياء الأمور بإنهم ما يمشوش وراء الأخبار المغلوطة وياخدوا كل معلوماتهم من مصادرها الرسمية. هيئة السكة الحديد قررت الدفع بالقطارات الإضافية اللي هتشتغل خلال فترة عيد الفطر مع القطارات المجدولة بجداول التشغيل اليومية الطبيعية في نص الأسبوع الجاي. وضحت هيئة السكة الحديد إن الحجز متاح على القطارات الإضافية قبل ميعاد السفر ب 24 ساعة، بس على عكس القطارات المجدولة اللي متاح حجزها قبل السفر ب 14 يوم، وبيتم حجز 4 تذاكر لكل راكب بموجب الرقم القومي، وهيتم بدء الحجز على كل القطارات المكيفة كل يوم الساعة 7 الصبح.